جايزة رابع سنة بعتبر خلاص دير جست دي بيتي. بعتبر انها زي ترمومتر بتقولي كل سنة انا عملت ايه، فمبسوطة جدا ان انا عملت كويس في تيمور وشفيقة لاني بموت في الفيلم ده، وبجد ببارك لتيكو لان هو البذرة الاساسية للفيلم الجميل ده، والخالد مرعي والسقا وكلهم كانوا بجد يستاهلوا كل خير. ميرسي لدير جاست، الحفلة تجنن وبس، متشكرة دايما يا رب متألقة.